بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل اللي بدأناه المحاضرة السابقة. المحاضرة السابقة تكلمنا عن الـ standing waves، وقلنا هاي اللي هي المعادلة 23 اللي هي موجودة عندنا هنا، وقلنا إنه الـ standing wave إذا كانت عندي موجتين، واحدة عكس الثانية أو واحدة مرتدة للثانية، راح يتكون عندنا موجات واقفة، راح تكون عندي عقد. هذه العقد خلينا نقول الإزاحة فيها تساوي صفر، وفي راح تكون عندي بطون اللي هي الأنتي نودز، نودز وأنتي نودز أيضا، طبعا حتى تشكل ستاندينج ويف. هاي بتحصل خلينا نقول الأنتي نودز عند أزمان مختلفة، صفر تي على اثنين، تي ثلاثة تي على اثنين، اثنين تي اللي هي تي على اثنين والاثنين تي على اثنين، هذول للبوزيتيف للقيم العظمى الموجبة، والقيم العظمى في الاتجاه الآخر النيجاتيف تحصل عند الأزمان اللي موجودة عندي هون. كل الأزمان اللي هون واللي هون هي للأنتينوز. المسافات اللي بتفصل بين عقدتين هي لمدة على اثنين، لمدة على اثنين، فهي هنا بتكون صفر لمدة على اثنين، لمدة ثلاثة لمدة على اثنين، وهكذا. هاي طبعا الموجات الواقفة، واحنا اوجدناها رياضيا. هاي هي الاثباتات الرياضية الموجودة عندنا هنا. لو جينا نتكلم عن، قلنا بشكل عام انه اذا كانت عندنا الامبليتيود للريفلكتد ويف اللي هي سعة الموج المنعكسة هي نفس سعة الموج الساقطة، بالحالة هاي بكون عندنا الناتج هي موجة واقفة standing wave. الآن بشكل عام إذا كان في عندنا فارق في الطور، بالحالة هاي ممكن يصير في عندنا إزاحة للعقد، لكن تبقى المسافة بين أي عقدتين لمدة على اثنين. أيضا راح يكون عندنا هناك تغير في أزمان الوصول إلى العقد أو إلى البطون، لكن السمات العامة للموجة الواقفة standing wave تبقى كما هي. الآن يعني يعتبر الليزر من أو إنتاج الليزر من التطبيقات اللي بيحدث فيها ستاندينج ويفز. الآن الليزر بتكون في شيء بنسميه احنا الليزر كافيتيز، تجاويف الليزر. فعليا اللي بتحدث في عند بيكون عندنا مرآتين زي ما احنا شايفين، هاي المرآة الأولى ومرآة ثانية. هاي بيعمل على عكس الضوء أو الموجات الكهرومغناطيسية، والانعكاس بيكون عندي طبعا، بما انه في عندي موجات ساقطة وموجات منعكسة بيكون عندي ستاندينج ويفز. والمسافات بين العقد كما هو موضح في الشكل لمدة على اثنين. الآن من الشروط الحدية اللي توضع فعليا اللي هي انه يكون المجال الكهربائي عند المرآة يساوي صفر. المجال الكهربائي عند المرآة تساوي صفر، سواء عند المرآة الأولى العكسة أو المرآة العكسة الثانية. لما يكون صفر هذا يحدد أطوال موجية معينة، يحدد إلي الأطوال الموجية ضمن شروط معينة. وبالتالي إذا كانت المسافة بين المرآتين تساوي دي، الكافيتي يعني خلينا نقول المسافة أو التجويف اللي موجود بين المرآتين حتى يكون موجات واقفة لازم يكون ضمن طول موجي محدد حسب المعادلة التالية اللي بتحقق لي دي اللي هي المسافة بين المرآتين بتساوي ام في لمدة ام على اثنين. ام معروف اللي هو انتجر، نون زيرو انتجر بيكون عندنا، يعني واحد اثنين ثلاثة وهكذا. وبالتالي ام هي بتكون عندنا اللي هي طول موجي محدد للليزر. الآن المعادلة 25 تستخدم لحساب الترددات المختلفة، بما انه انا عندي لمدة ما هي لها علاقة ب طول، خلينا نقول بالتردد، لأنه التردد ضرب طول الموجي بيساوي السرعة، سرعة الموجات الضوئية إذا كان في عندنا في الفراغ بتكون سي. وبالتالي طبعا لو أخذنا من المعادلة 25، لاحظ إنه لمدة ام شو بتساوي؟ 2 في دي على ام.
هاي اخذنا من المعادله هاي. الفريكونسي قلنا انها بتساوي سي على لامدا ام، وبالتالي بدها تساوي ام سي على 2 دي. اذا هاي الفريكونسي بتساوي ام في سي على 2 دي، معناته بقدر اقول انه دي بتحدد لي الفريكونسي، دي بتحدد لي الفريكونسي للضوء، المسافه بين المرئتين بتحدد لي التردد او بتحدد الطول الموجي بالنسبه للليزر. مثال الان بقول لي a certain HENE laser cavity of a type shown in figure 6. الان في عندنا كافيتي من ليزر هيليوم نيون has a mirror separation of 30 سنتيمتر، بفصل بين المرآتين 30 سنتيمتر. الهيليوم نيون ليزر the helium neon laser gain medium is capable of supporting laser light of wavelengths in the range of lambda 1 632.8 nanometer and to lambda 2 632.802 nanometer. الان الوسط اللي موجود فيه الليزر بيستقبل امواج موجيه ويدعم الامواج الموجيه اللي هي تكون بين اطوال موجيه 632 و8 بالعشره و632 و802 بالالف نانومتر. يعني لاحظ الفرق بسيط جدا بيناتهم. الان المطلوب مننا the approximate number n of half wavelengths that fit into the cavity. يعني خلينا نقول العدد m من انصاف الاطوال الموجيه اللي بتكون في الكافيتي او بتدعمها او بتنطبق داخل الكافيتي. المطلوب الثاني اللي هو مدى الترددات اللي بكون ضمن هذا الوسط في الهيليوم نيون ميديوم. المطلوب الثالث the difference in frequencies of adjacent standing wave modes of the cavity. الفرق في الترددات المجاورة للموجات الواقفة المجاورة للكافيتي أو للتجويف، عدد الموجات the number of standing wave modes that will likely be present in the laser output، عدد الموجات أو نقول أنماط الموجات الواقفة اللي ممكن تكون أو تتواجد أو تخرج من تجويف الليزر هذا. طبعا هو بيتكلم عن الشكل هذا اللي موجود عندنا، هذا هو الشكل اللي بيتكلم عنه السؤال، الليزر والمرأتين الموجودات والمسافة اللي بيناتهم اللي هي 30 سنتي متر، هذا هو الشكل اللي بيتكلم عنه المثال أو السؤال. نيجي لحل السؤال المطلوب الأول، كم هاف ويف لينث بكون عندنا موجود بين المرآتين، يعني هذا هو المطلوب عندنا. الآن من معادلة 25 أم بتساوي 2 دي على لمدة 1، بكون عندنا 2 دي طبعا الآن اللي هي 30 سنتي بنحولها للأمتار، والطول الموجي يعني خلينا نقول 632.8 في 10 أس ناقص 9 بنحول من نانومتر إلى متر، فبطلع عندنا يعني تقريبا الرقم اللي موجود عندي هون اللي هو 948 يعني 948166 تقريبا. هاي عدد الهاف ويف لينكس اللي موجود بين المرأتين. المطلوب الثاني اللي هو الرينج اوف فريكوانسيز او الفريكوانسي رينجز. الان بكون عندنا الرينج الاول اللي هو سي على لمدة 1 ناقص سي على لمدة 2، لانه احنا قلنا الرينج اوف لمدة بين 6.3.8 و 0.802، فهذول اللي بنعوضهن، سي بتكون عامل مشترك، الفرق بيناتهم 1 على اللمدة الاول ولمدة الثاني، فبطلع عندنا تقريبا الرينج هو 1.5 في 10 اس 9 هيرتز. الرينج 1.5 في 10 اس 9 هيرتز.
ننتقل إلى المطلوب الثالث، والمطلوب الثالث هنا هو اللي هو الترددات أو فرق الترددات المجاورة للكافيتي، المجاورة للكافيتي. طبعا هنا بتكون المعادلة اللي هي في ام بلس 1 ماينس في ام، في ام بلس 1 ماينس في ام، لأنه الفي ام بلس 1 بتكون مجاورة للكافيتي. الآن احنا لأنه الفي ام هي اللي في الكافيتي، فالفي ام بلس 1 هي مجاورة للكافيتي. فنفس المعادلة 26 الموجودة عندنا، هاي المعادلة 26 باخذ اول شيء الفي ام زائد واحد، وبعدين يعني اللي هو الام زائد واحد في سي على 2 دي، وناقص نفس القيمه اللي هي الفي ام زي ما احنا شايفين هون، هاي الام زائد واحد في سي على 2 دي ناقص اللي هي الام في سي على 2 دي، فراح تكون عندنا سي على 2 دي بعد ما ندخل هاي هون، الام سي على 2 دي بتروح مع الام سي على 2 دي، بصفي عندنا سي على 2 دي، وهاي هي بتساوي سي اللي هي 3 في 10 اس 8 متر لكل ثانية اللي هو سرعة الضوء، وهنا بكون عندنا 2 في 3 بالعشرة اللي هي 2 في دي، تطلع عندي 5 في 10 اس 8 هرتز. هذا هو المجاور للام اللي هو أول شيء مجاور له اللي هو الام زائد 1. الآن المطلوب الرابع والأخير بالنسبة للمثال، وهو عدد أنماط الستاندينج ويفز اللي ممكن تخرج من الليزر، اللي هو بيمثل لي دلتا نيو جين على الدلتا أو على ميو بلس 1 ماينس نيو ام، اللي هو بنسميه النسبة بين مدى الترددات اللي موجود داخل الوسط اللي احنا حسبناه في الفرع بي الى خلينا نقول الموجات المجاورة او الفرق بين الموجات ترددات الموجات المجاورة لها او الموجة مجاورة اللي حسبناه بالفرع الثالث، فبكون عندنا النتيجة 1.5 في 10 أس 9 على 5 في 10 أس 8 هرتز، وبتنتج النتيجة عندنا تقريبا 3، تقريبا 3، فعدد الأنماط تقريبا اللي هو 3 ستاندينج ويف مودز، 3 ستاندينج ويف مودز. وهنا يجب أن نعلم أن هناك فرق ما بين الستاندينج ويفز والترافلينج ويفز. الترافلينج ويفز طبعا بتنقل طاقه، بينما الستاندينج ويفز ما في عندنا عمليه نقل للطاقه، كل الطاقه اللي في الموجات تذهب لعمليه الاحتفاظ بالاهتزازات اللي موجوده بين العقد، المحافظه على الاهتزازات اللي موجوده بين العقد اللي هي المحافظه على البطون الموجوده بين هذه العقد، لذلك ما في عندنا نقل في الطاقة في الستاندينج ويفز، وهي مهم جدا. الستاندينج ويفز ترانسميت نو انرجي، ستاندينج ويفز ترانسميت نو انرجي، وين بتروح كل الطاقة؟ بتروح في المحافظة على الاهتزازات الموجودة بين العقد. وهيك نكون احنا انهينا المحاضرة اليوم، والله يعطيكم العافية.